هنروح لأحد الأخبار الجيدة، الكابتن أحمد الغتواري رئيس الاتحاد العربي للبدل كأول رئيس اتحاد في التاريخ لاتحاد عربي بعد إنشائه، ألف مليون مبروك. الخبر كالآتي: المهندس أحمد غتواري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبدل، وهي لعبة بتكتسح وليها شعبية دلوقتي كبيرة وبتسير كالنار في الهشيم وسط الشباب. فاز برئاسة الاتحاد العربي بعد فوزه بالانتخابات اللي اتعملت امبارح بالليل هنا في مصر. المرشح المصري كان بينافس على مقعد الرئيس مع خالد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي، وقدر باشمهندس احمد غتواري انه يفوز بنتيجه 5-1. انا هقول لكم النتيجه كانت ايه. طيب مين اعضاء الجمعيه العموميه؟ كان 6: مصر، السعوديه، عمان، الكويت، البحرين، الامارات، وكان المنافس سعودي، فاذا صوت السعوديه راح للسعوديه. مصر، عمان، الكويت، البحرين، الامارات صوتوا للمرشح في صوره المهندس احمد غتواري اللي كان ضيفنا في حلقه من الحلقات واتكلمنا معاه قبل، لو تفتكروا، قبل بطوله افريقيا، قبل تصفيات كاس العالم. ملاش دعوه بافريقيا، هي كانت اقليميه كده معموله كده، احنا واسيا وبتاع، يعني شكل شكل كده كان غريب شويه وفرق كتيره مشاركه، واستضفناه واستضفنا كابتن الفريق ومصر طبعا هنا. ويعني الحقيقه الف مليون مبروك وفوز مهم، كاول رئيس عربي للاتحاد تم انشاؤه للبدء. وكمان قررت الجمعيه العموميه قرار مهم، وهو منح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعه المكتوم رئيس الاتحاد الاماراتي للبدل بمنصب الرئاسه الفخريه. طب ايه اسباب ده؟ نظرا لكون الامارات اول دوله عربيه مارست اللعبه في الوطن العربي، وكان ده سنه 2014، وده تقديرا طبعا لجهوده الكبيره، وطبعا اكيد بنقول له مبروك. عشان نعرف اكتر عن الموضوع ده والانتخابات والاتحاد العربي للبدل، معانا عبر الهاتف المهندس احمد غتواري. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا كابتن هيثم. اهلا بيك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. كلمنا عن الانتخابات وفوزك والتربطات اللي حصلت، وان انت حظيت بثقه اول جمعيه عموميه، اول انتخابات في جمعيه عموميه اتحاد عربي. كلمنا عن التفاصيل يا باشمهندس. والله طبعا هو الحمد لله الواحد دايما بيقول، يعني بيبدا انه بيشكر ربنا وبيحمد ربنا ان الواحد بيسعى، ولكن التوفيق في الاول وفي الاخر بيكون من عند ربنا. يعني والله كان الهدف ان احنا ننشئ اتحاد عربي، لان زي ما حضرتك عارف الرياضه بتنتشر بطريقه كبيره جدا الفتره الاخيره دي، والعالم كله بيجري فيها، فاحنا شفنا مع الاشقاء العرب ضروره ان احنا يكون في اتحاد عربي تحت ظلته نقدر ننشئ بطولات عربيه، ندي فرصه لاولادنا وبناتنا يمارسوا الرياضه ان هم يحتكوا ببعض، وبالتالي طبعا المستويات تعلى، ونلحق يعني ان احنا من البدايه كده نكون من الدول المتفوقه في الرياضه. نعم. بقى لنا فتره بنشتغل على موضوع الاتحاد العربيه، الحمد لله مشروع مصر كان مشروع قوي جدا من ناحيه الفكر للفتره القادمه، عايزين نعمل ايه، اهدافنا نوصل بيها لحد فين. ولما عرضناه على الاعضاء يعني الموجودين في الجمعيه العموميه اعجبوا جدا بالمشروع، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نكون اول، يعني نكون اول رئيس للاتحاد العربي مصري، ودي حاجه احنا نعتز بيها، وان يكون المقر في مصر برضه. ودي حاجه مهمه جدا طبعا وجود المقر في مصر. طب كلمني عن الاجنده، هل هتعملوا يعني بطولات على مستوى المنتخبات؟ ده اكيد، لانه واضح ان هيكون في منتخبات، ولكن بتفكروا في الاجنده كمان يكون في مباريات او بطولات عربيه انديه، يعني لان خاصه النادي الاهلي افتتح ملعبين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وحضرتك حضرت هذا الافتتاح، يعني شايف الاجنده بتاعتكم ازاي؟ ما طبعا انت رئيس الاتحاد واكيد اجندتك فيها نشاطات مختلفه. طبعا طبعا احنا بنعتمد على مجموعه اعمده رئيسيه الفتره الجايه دي لتطوير الرياضه على المستوى العربي ان شاء الله. طبعا من ضمنهم المنافسات، ودي حته مهمه جدا بالنسبه لنا، كنا عندنا منافسات مختلفه زي ما حضرتك قلت، يعني فكره ان تكون بطوله عربيه بتقام مره واحده في السنه، اظن ان احنا محتاجين اكتر من كده. صحيح. نتقابل اكتر ونلعب اكتر، سواء في اطار بقى يعني زي ما حضرتك قلت بطولات انديه، في بطولات منتخبات، في دوري عربي ما بين الاشقاء العرب. ولكن برضو مركزين جدا على قطاع الناشئين، وده قطاع مهم جدا جدا بالنسبه لنا، ان احنا نبدا نعمل لهم برامج تدريبيه على مستوى الوطن العربي تساعدهم على يعني تحسن كلاعبين. والحته المهمه جدا برضو احنا مهتمين بيها، وهو تطوير المدرب العربي، لان احنا بنشوف ان لعبه البادل لحد النهارده يمكن احنا كبلاد عربيه معتمدين جدا فيها على مدربين اجانب، ودي حاجه كويسه وحاجه ما تعبش في الاول لانك تتعلم وتاخد الخبرات، ولكن تكون لازم يكون في اجنده موازيه ليها، انك عايز تشوف تحدال مجموعه سنوات، انت بتشوف ان يبقى عندك مدربين محليين، مدربين عرب يقدروا برضو ان هم يطوروا لعيبتنا المحليين.
ففي طبعا مجموعه حاجات على الترابيزه هنبدا نتكلم فيها فورا، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان احنا كاشقاء نقدر ان احنا نعمل اتحاد عربي ناجح، وتعاوننا دوت يثمر عن ان احنا نشوف لاعبين عرب ان شاء الله في اعلى المستويات في الفتره القادمه ان شاء الله. طب باشمهندس، يعني انا يعني لفت انتباهي وجود مندوب عن السودان بس ما كانش ليه صوت في الجمعيه العموميه الحقيقه، فهل ده مؤشر انه هيتم انشاء اتحاد سوداني قريبا؟ لا، هو تم انشاء اتحاد سوداني فعلا، واللي كان حاضر ده كان الدكتور محمد حسن، هو رئيس الاتحاد السوداني، ولكن الجمعيه يعني طبقا للائحه الاتحاد الاتحادات العربيه ان لازم حد يكون عضو لحق التصويت، انه يكون عنده عضويه، عنده طبعا ما يفيد ان هو ممثل بلده، والحاجه الثانيه ان هو برضه يتمتع بالعضويه الكامله من الاتحاد الدولي. هو السودان الشقيق قدم طلب الانضمام للاتحاد الدولي ولكن الموافقه لسه ما جاتش، فاحنا رحبنا بيه كعضو مراقب لانه طبعا يهمنا ان يكون في اكبر عدد دول عربيه، ولكن هو طبقا طبعا للائحه ما كانش ليه حق التصويت ولكن حضر معانا كعضو مراقب. ودي حاجه جيده الحقيقه، هو يمكن قطع 80% من المشوار بس مجرد الابروفال تجي له من الاتحاد الدولي في الحاله دي اكيد هيشارك كعضو له حق التصويت. طيب هل في دول عربيه اخرى غير اللي انا ذكرتهم يا باشمهندس احمد ممكن يكونوا اعضاء جمعيه عربيه قريبا؟ اكيد حضرتك متابع، اكيد ممكن الجزائر، ممكن احنا شايفين غياب شويه شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، يعني هل في امل ان نشوف قريب دول عربيه اخرى بتشارك في الاتحاد او بتقدم طلب عضويه في الجمعيه العموميه؟ طبعا، ده احنا الفتره الجايه متوقعين، لان احنا برضو يمكن ضمن المميزات اللي عندنا ان مصر نفسها بتتمتع بعلاقه قويه جدا مع الاتحاد الدولي، فاحنا بنساعد برضو، كان يمكن دوت من ضمن الاسباب الاختيار مصر تكون المقر والرئاسه، لان احنا علاقتنا قويه جدا بالاتحاد الدولي وبترجع لسنوات عديده يعني، فاحنا النهارده بنساعد الدول العربيه بانهاء طبعا الاجراءات بتاعت الانضمام للاتحاد الدولي، وتونس والمغرب قربوا جدا ان شاء الله، الجزائر وراهم، بنتكلم ان حتى اليمن النهارده تواصلوا معانا عايزين ينضموا، العراق، فانا اظن ان الاتحاد العربي في لعبه البادل زي ما احنا بنشوف كده اللعبه بتنمو بسرعه جدا، اتوقع برضه ان احنا هنشوف ان الرياضه في الدول العربيه وان الاتحاد العربي هيكبر بصوره سريعه جدا ان شاء الله. يعني خطه طموحه، اتمنى لك كل التوفيق اكيد باشمهندس احمد غتواري رئيس الاتحاد المصري والعربي الاول في التاريخ، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد مهندس احمد زي ما عمم الفكره في مصر ونجح على نشر اللعبه بشكل كبير واقنع انديه كثيره، مش هو يعني اللعبه نفسها بانتشار اقنعت انديه كثيره، وكان في مقدمتها النادي الاهلي، النادي الاهلي استغل مساحه كبيره في فرع النادي الاهلي بالجزيره وتم انشاء ملعبين الحقيقه للبدل، انا عايز اقول لكم الملعبين ما بيفضوش على طول، ناس بتشارك وتدريبات موجوده، فده بيدل ان اللعبه نفسها مطلوبه مرغوب فيها، فدي هتسهل كتير قوي عمل المهندس احمد غتواري رئيس الاتحاد. الف منهم مبروك.